سلام من الله ورحمة وبركات عليكم أمة القرآن وصلاة وسلام على من تنزلت عليه آيات الكتاب. يا أيها العطش تعالوا نرتوي ونعيش معا في رب الفرقان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ورتل القرآن. حلقة اليوم عن البشرى فمرحبا بكم في عالم البشرى. البشرى لحامل القرآن وقارئ القرآن. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقد بشرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما حكى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلة فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له ارق واقرا وارتقي وتزداد بكل ايه حسنه ثم تاتي البشارات تباعا فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونحن نقرأ ونستمع ونتدارس كتاب الله يطيب لنا أن نستمع إلى تلاوات قرآنية مباركة أرسلها إلينا القراء من مختلف دول العالم ونبدأ بلين ملوحي من سوريا وتتلو من سورة النبأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءل فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا "وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا". صدق الله العظيم، لين ملوحي الحقيقة، لا تعليق على الاحكام احكام منضبطه وقراءه متقنه وهادئه ورزينه وخاشعه بارك الله فيك يا لين الى الصومال ونستمع الى جوليد سعد الهرري والتلاوه من سوره الفرقان بروايه حفص عن عاصم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا القارئ ضم آه ظهر الضاد على الأرض كانها مضمومه ضمه خالصه بسبب محاولته تحقيق مخرج الضاد والصحيح ان يقرا هكذا الارض وليس فيها عمل الشفتين او الحاجه الى الضمه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك..." وكان بين ذلك قواما، صدق الله العظيم، جوليت سعد قارئ متقن، وهو تعليق وحيد علقناه، لكن باقي التلاوة يظهر فيها الاتقان والاجتهاد. بارك الله في قراء الصومال، نستمع إلى تلاوة ثالثة من ريان ملاحفجي من سوريا، والتلاوة من سورة الصافات برواية حفص عن عاصم والصافات صفا صدق الله العظيم بارك الله فيك واكثر من امثالك تلاوه محبره رائعه لكن نظرا لان القارئه واضح انها متاثره حتى انها فعلت هذه الاشاره دليل على انها متاثره يظهر انها متاثره بشيخها او شيختها عندها نقطه ملحوظه واحده وهي تفخيم بعض الغنن في الاخفاء الحقيقي مثل وحفظا من كل قراتها بتفخيم الغنه من كل شيطان والصحيح انها ترقق هكذا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لكن اجمالا تلاوه متقنه ورائعه ايها الساده نخرج الان الى فاصل قصير ثم نواصل ان شاء الله فابقوا معنا ما زلنا معكم نسمع ونتدارس كتاب الله عز وجل وما احلاها واجملها من نعمه انعم الله بها علينا تكلمنا في حفظ القران وطرق الحفظ واسباب تيسير الحفظ واداب القارئ الداخليه والخارجيه وغير ذلك والحقيقه في هذه الحلقه عندي وصايا في يعني وصايا اثناء حفظ القرآن. أربع وصايا يوصي بها الحفظة والمتقنين ومن لهم باع في حفظ القرآن. أربعة أمور اجتماعها ييسر الحفظ ألا وهي التكرار والكتابة والسماع لشيخ متقن والمسابقة مع الأقران في الحفظ. أما التكرار فيقرا الايه ويكررها فاذا حفظها دخل في الثانيه فاذا حفظ ثلاث ايات اعادهن ثم جمع ثلاث ايات اخرى وجمع الست وهكذا والتكرار من الامور الاساسيه في الحفظ ولذلك نلاحظ ان اغلب ان لم يكن كل المسلمين فجل المسلمين يحفظون الفاتحة نظرا لانها تتكرر في كل ركعة من الركعات. اما الكتابة فتكون بخط كبير واضح اقرب الى خط المصحف ويمكن ان يكتب الايات المتشابهات او الكلمات المتشابهات في سورة او في مجموعة سور بخط اخر او بخط كبير. يعني حاول انك تميز وانت تكتب آه ان هذه آه اخطاء وهذه متشابهات وهذه يكثر الخطا فيها وهذه صعبه الحفظ بحيث ان الذاكره البصريه آه تعمل في آه امر الحفظ وتكون من الاشياء التي تعينك على الحفظ واما السماع من شيخ متقن فينظر الى المصحف ويستمع وينصت لقراءته ويهتم جدا أن ينطق ويتلفظ كالشيخ تماما وهذا إما من لفظ الشيخ مباشرة أو عن طريق آه الأشرطة أو التطبيقات على الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في حياتنا اليومية والأفضل وقت الحفظ أن يسمع الصورة التي يحفظها في كل وقت ما أمكن لأن آه كما قلنا التكرار له عامل كبير على هذا الامر، ويجدر بنا ان نذكر ان حفظ القرآن آه من أعمدته الأساسية المتابعة اما مع شيخ متقن او مع أحد يلاحظ دقة التلاوة، لكن اما ان يتعلمه الانسان بنفسه ويعتمد على تعلمه آه الشخصي فهذا من الأشياء الغير مستحبة والغير صحيحة لأن القرآن يؤخذ بالتلقي الشيء الرابع وهو المسابقة فعن طريق وضع خطة ويكون ويمكن أن يكون التخطيط له بانفراده إذا لم يكن له زميل أو هو أفضل من زملائه فيقول مثلا القرآن 240 ربعا فلو حفظت كل يوم ربعا حفظته في ثمانية أشهر ولو حفظت نصف ربع حفظته في سنة وفي سنة ونصف ولو حفظت ربع ربع يعني حوالي يقدر بحوالي سبعه اسطر حفظته في ثلاث سنوات وهكذا يعني تضع خطه ولا تضع الامر للمصادفه او العشوائيه حتى يتسنى لك تحقيق هذا الهدف كما ان وضع الخطه في حد ذاته هو جزء من تحقيق الهدف الان نستمع الى التلاوات التي تعودنا على استماعها في كل حلقه ومعنا عائشه ملاحفجي من سوريا والتلاوه من سوره النجم بروايه حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه سديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم فكان قاب قوسين أو أدنى. فأو فكان قاب قوسين أو أدنى. لاحظنا أنها نطقت حرف هاء في نهاية الكلمة وهذا غير صحيح. آخر الآية ألف مقصورة وهو حرف جوفي لا يكون نهايته هاء فتقرأ هكذا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا لا يوجد هاء في نهاية الآية إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتما سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم صدق الله العظيم فتح الله لك وبارك فيك التلاوة جيدة وواضح أنك درست أحكام التجويد وأحكام التلاوة وليتك أتممت الموضوع بقراءة الآية الأخيرة ليكون حسن ختام لكن لا بأس بذلك الآن نستمع إلى محمد سالم إبراهيم من موريتانيا والتلاوة من سورة البقرة برواية حفص عن عاصم بوجه قصر المد المنفصل وقصر المد المنفصل حركتين أعني أه وجه مناسب ومريح للنفس، أه والقارئ أه الذي سنستمع اليه الان طفل صغير السن، واظنه قد احسن اختيار الوجه او من دربه قد احسن هذا الاختيار لان هذا الوجه مريح جدا للنفس ولذوي الرئه الصغيره أه حتى لا يضطر القارئ الى الوقوف وقف اضطراري غير مناسب او غير ذلك او حتى لا يرهق اثناء التلاوه بعمليه الشهيق والزفير نستمع الى محمد سالم من موريتانيا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يجب ان توصل بما بعدها لان ما بعدها متعلق بها والصحيح ان يقرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا يقف على هذه الكلمه ان اراد ثم يبدا ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولكن يعذر بالسن واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي صدق الله العظيم. محمد سالم من موريتانيا قارئ منطلق في تلاوته ما شاء الله، يعني انه تدرب جيدا وتعلم جيدا، بارك الله فيه وفي من علمه، هو تعليق وحيد على الوقف والابتداء ولكنه لم يخطئ في وقف اخر او في ابتداء اخر. الان مسك الختام في هذه الحلقه ونستمع الى عبير ابكر علي سليمان من دوله تشاد والتلاوه من سوره الغاشيه تتلو الغاشيه كامله بروايه حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والي الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم عبير ابكر علي سليمان قرات سوره الغاشيه كامله ولا تعليق وحيد على التلاوه ما شاء الله اللهم بارك فيها وفي من علمها وبارك في اهل القران اجمعين. كانت خير ختام لهذه الحلقه عبير ابكر علي سليمان من التشاد وبها نكون وصلنا الى نهايه الحلقه. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوه القران يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. الى حلقه قادمه ان شاء الله تعالى نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته